ولمناقشة ملف استهداف ميليشيا حزب الله الأردن بالمخدرات كآخر ضحية لها بعد الخليج ومصر، ينضم إلينا عبر سكايب من الدوحة الكاتب والصحفي سمير الحجاوي. أهلا بك معنا أستاذ سمير. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ سمير. الأردن هدف جديد لميليشيا حزب الله بعد السعودية والكويت والبحرين ومصر لترويج المخدرات التي تصنع أو تصنع في معامل هذه الميليشيات سواء في لبنان أو في مناطق سيطرتها في سوريا. بداية، كيف تقرأ تحول ميليشيا حزب الله للأردن بعد فشلها في مصر بعد أو منذ أيام؟ أولا المسألة لا تتعلق بحزب الله، يعني ليس هناك أي دلائل تشير إلى أنه حزب الله هو الذي يقوم بهذه العملية، ولكن واضح أن هناك مجموعة أو منظومة كاملة تقوم على هذا الأمر. الإعلام الأردني الرسمي بدأ ينشر بعض التفاصيل، وهي تفاصيل مهمة جدا في يعني ما يمكن أن يطلق عليه بغزوات المخدرات التي بدأت تجتاح الأردن، سواء الأردن للترويج لهذه المادة السامة، لهذه المواد السامة القاتلة في الأردن، أو كعبور كمنطقة عبور إلى منطقة الخليج التي تعتبر، أو إلى السعودية تحديدا التي تعتبر هي المنطقة الأكثر ترويجا أو السوق الأكبر. ما يتوفر من معلومات حتى الآن، وهي معلومات تسربت ومعلومات تم الكشف عنها، أنه يوجد داخل سوريا 15 مصنعا للمخدرات الكبتاغون وغيرها، وأن هذه المصانع 15 تدر دخل بقيمة 3.5 مليار دولار سنويا على النظام، نظام بشار الأسد أو النظام يعني المرتبطين بهذا النظام. فلذلك هي يعني هي تجارة واسعة جدا، وهي تدر كثير من الأموال، مثل ما أشرتم في تقاريركم وتغطيتكم الجميلة والرائعة. مصدر دخل هائل جدا، يمول الحرب ويمول الفساد ويمول الفاسدين أيضا. ألا يعد هذا، يعني تحدثت في بداية مداخلتك عن أن لا دليل لتورط حزب الله في هذه التجارة، تجارة المخدرات والتهريب، ولكن يعني سيطرت النظام وحزب الله بطبيعة الحال على مفاصل الدولة في لبنان وعلى المنافذ البرية أيضا، ألا يعد دليلا على يعني لربما دعمه أو يعني عدم اكتراثه بضبط الحدود في هذا المجال على الأقل؟ دعني أوضح شيئا. أولا أنا لست من أنصار حزب الله، ولا أعتقد أن ما يقوم به حزب الله في لبنان هو جريمة مكتملة الأركان ضد الشعب السوري وضد الثورة السورية، ولكن من الناحية المهنية نحن لا نستطيع أن نتهم جهة بعينها إلا إذا كنا نملك الدليل. نحن نتهم النظام السوري، أو الاتهام يطال النظام السوري برمته، بشار الأسد مع أركان إدارته مع حلفائه، وهذا يشمل الإيرانيين ويشمل الروس أيضا، ليس الإيرانيين فقط، الإيرانيين والروس وحزب الله والميليشيات العراقية والميليشيات الأفغانية والباكستانية الموجودة. كل من يعمل في مظلة تحت مظلة هذا النظام هو متهم بترويج المخدرات وبالسماح لهذه المخدرات، لأنه كل واحد من هذه او كل جهه من هذه الجهات تمتلك حصه من السلطه وحصه من النفوذ على الارض، وهو اتهام ضمني للجميع، ولكن الذي يتحمل المسؤوليه الرئيسيه رقم واحد بالدليل القطعي هو نظام بشار الاسد والناس المرتبطين به، ايا كانوا هؤلاء الناس المرتبطين. عندما نتحدث عن 15 مصنعا، وساعطيك بعض الارقام اذا سمحت لي حتى تشوف مقدار الكارثه التي تحدث. يعني الأرقام الموجودة والتي تم إعلانها أن القوات المسلحة الأردنية، الجيش الأردني، استطاع أن يحبط تهريب نحو 1,400,000 حبة كبتاغون بسنة 2020، 1,400,000. ارتفع هذا الرقم إلى 15 مليون حبة عام 2021. يعني لك أن تصور من مليون، يعني 10 أضعاف. ثم بعد ذلك حتى الآن خلال شهرين فقط
خلال شهرين من هذا العام، من عام 22 اللي احنا فيه، شهر كانون وشهر شباط، كانون يناير شباط فبراير، تم احباط 5.5 مليون ومصادرة 5.5 مليون حبة تبتاغون فقط. يعني لك طيب حتى ماذا بعد هذه المحاولات تهريب وازديادها بمستوى يعني مخيف 10 أضعاف هنا نتحدث، وأيضا هناك يعني تصريح لمصدر من مصدر أردني للنظام السوري إن لم تتصرفوا فسنحمي حدودنا، ما المقصود هنا؟ دعني أؤكد لك يعني بشكل قاطع، الأردن في موضوع المخدرات ما بيلعب، يعني تحديدا بموضوع المخدرات الأردن ما بيلعب نهائيا، ولا يوجد أي غطاء لأي شخص أيا كان على الإطلاق. يعني هذا غير وارد إطلاقا، وفي عندنا تجارب تاريخية في ناس راحوا فيها إلى آخره. ولذلك الحرب التي أعلنها الأردن على مهربي المخدرات واعتبرهم أهداف مميتة، أهداف يعني الآن أي مهرب مخدرات سيأتي من سوريا أو من الحدود العراقية أو من الحدود السورية هو هدف للقتل قبل أن يصل إلى الأراضي الأردنية. هذه بالنسبة للأردن مسألة المخدرات هي مسألة حياة أو موت، ويتفق بذلك النظام بجميع أركانه، مع الشعب، مع مجلس النواب، مع الكل. يعني هذه مسألة يتفق عليها الجميع ولا خلاف عليها على الإطلاق. يعني وبالتالي تغيير قواعد الاشتباك يعني أن الأردن أعلن الحرب. هذه تغيير قواعد الاشتباك يعني إعلان حرب. إذا أردت أن تهرب مخدرات عليك أن تعرف أنك ميت. هذه نقطة. النقطة الأخرى أن الأردن حذر النظام السوري باجتماع، عندما تم اجتماع سابق ما بين هذا العام قبل فترة قصيرة مش طويلة، يعني أو يعني هذا العام أو نهاية العام الماضي، عندما اجتمع رئيس هيئة الأركان الأردني مع رئيس الأركان الجيش السوري جيش النظام علي أيوب، حذروهم قالوا لهم امسكوا الحدود، عندكم الفرقة الرابعة موجودة، إذا ما تمسكوا الحدود إحنا رايحين نتصرف ونحمي حدودنا بطريقتنا. بالنسبة للنظام ولربما يعني الميليشيات الداعمة له وإيران بطبيعة الحال، هل يحاولون استخدام الأردن أو استهداف الأردن بحد ذاته، أم أنهم يعني يحاولون جعل الأردن نقطة عبور ليس إلا؟ لا، هو الاثنان معا. الحقيقة أنه الأردن سوق ضعيف، يعني سوق الأردن بالنسبة للمخدرات قدرة شرائية ضعيفة والآخر، وإن كان يعني اللي بيجي منيح يعني على لمهربي المخدرات، ولكن اللي هم يريدوا أن يستخدموا الأردن كبوابة أو كممر لتهريبها إلى السوق الخليجي، إلى تحديدا السعودية أكثر من غيرها. ولذلك الآن ما يقوم به الأردن هو حائط صد حقيقي للسعودية. ومن هنا ومن هذا المنبر أنا أدعو الخليجيين جميعا إلى دعم الأردن، دعم القوات مكافحة المخدرات في الأردن، اللي هي برضو كمان مهربو المخدرات عندهم إمكانيات هائلة جدا. يعني عندما أول أمس عندما يجتاح الحدود يعني في المنطقة الحرام لم يصلوا إلى الحدود الأردنية، 27 مهرب مخدرات بمجموعات مسلحة تسليح ثقيل وفرار العدد كبير جدا من هؤلاء المسلحين. هذا بفرجيك قديش يعني قديش المشكلة والمعضلة الموجودة والخطيرة في هذا الموضوع. احنا بنحكي عن اعداد، بنحكي عن حرب حقيقيه، حرب مخدرات حقيقيه بكل ما في الكلمه من معنى. احنا بنحكي عن يعني مثلا اللي تم، بس مشان اعطيك ارقام مشان تصور مقدار الكارثه، يعني انتهى الوقت ولكن سريعا لطفا تفضل. بنصف دقيقه اللي تم ضبطه بس بالعمليه الاخيره 353,000 حبه كبتاغون، 150,000 كف حشيش، 1388 شريط جاليكات، 86 شريط ترامادول، ونصف كيلوغرام كريستال. ايش هذا يعني؟ هناك يعني هذا مش لا طبعا 100%. وبالتالي الاردن اتخذ قرار انه يتعامل مع هؤلاء على انهم قتلى لا محاله اذا حاولوا انهم يستهدفوا الاردن. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا عبر سكايب من الدوحه الكاتب والصحفي سمير الحجاوي، شكرا جزيلا لك.